هذا الكشك الصغير الذي ترونه في موقف النبطية ليس لبيع المرطبات والسكاكر ولا لبيع الهواتف أو ما اعتدنا رؤيته من أكشاك في الأماكن المشابهة، إنما هو مكتبة عامة مجانية. هي مبادرة قام بها مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية في مدرسة المصطفى، في مقدمهم الطالب أسامة عطوي الذي سعى لقيام هذا المشروع المشجع على القراءة في موقف مدينة النبطية. بلشت الفكرة أول شيء على الفيسبوك لما شفنا حاطين صورة لناس اشتروا كابينة تليفون ببريطانيا وحولوها لهيك مكتبة نفس الشيء. بلشنا فيها الفكرة أول شيء، قعدنا اتفقنا مع بعض، فكرنا شو بدنا نعمل وبلشنا فيها. أخذت معي تقريبا جمعتين لأنجزناها، حطيناها محل ما شايف وبلشنا عبيناها كتب، وشوي شوي عم نعبي فيها بعد كتب نطورها. احنا هدفنا الأساسي إنه توصل الكتب للعالم، يعني هي تشجيع على القراءة. احنا عارفين احنا إنه المجتمع اللي عايشين فيه إنه شوي نسبة القراءة فيه قليلة، فهذا مثل تشجيع على القراءة، إنه كتب تكون بوجهه للواحد وما يروح وما يجي، بالخاص بهالمكان اللي هو يعني بيتواجد قلبه كثير عالم. احنا بلشنا فيها واول شيء بلشنا تبرعات شخصيه بين بعض، رجعنا شرناها شوي، بلش يجينا تبرعات من اشخاص ثانيين، بين كتب بين اموال، قررنا نبلش فيها ونحطها هون بموقف النبطيه لانه هذا المكان هو مكان لقاء يعني او قبول يعني للعالم كثير. الفكرة تلقى إقبالاً من رواد الموقف، من ركاب وأصحاب الباصات والسيارات الأجرة. فكرة حلوة، يعني واحد بياخد كتاب تعلم بتنور، العلم حلو بيتعرف. هلا انا اخذت كتاب من ضيعتنا تعرف على الضيعة اللي ما بعرف، انا مشروع حلو ونتشكر اللي قايم فيه. حتى بين طلاب الجامعات بين طلاب المدارس للاسف بنشوف الانسان بس بيشغل بمجاله، بيدرس مجاله، بيطالع كتب اللي هو بتهمه، ولكن الثقافة العامة والمشروع العام ما عادش حدا، يعني ما عادش حدا عم المعلومات العامة ما عادش حدا عم يقراها، ما عادش حدا عم يتبل هذا المشروع. وبما انه في هون وقت للنطرة، فاللي جاي يقعد وينطر بيقدر يستفيد من القراءة بهذا الوقت الضايع ومن المواضيع المختلفة للكتب الموجودة، بدلا من انه فقط الانتظار بدون جدوى. لا تقتصر فكرة أسامة على هذه المكتبة الصغيرة في النبطية، بل يطمح إلى إقامة مجموعة من المكتبات الصغيرة في أماكن متعددة، في المواقف أو في الساحات العامة، لتشجيع الناس على القراءة والإعادة الترويج للكتاب.